تسخير لمختلف وحدات الدرك الوطني العاملة في الميدان والتابعة للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني لبجاية. وجهة الخرجة الأمنية القرية السياحية كابريتور على ساحل إقليمي بلدية بوخليفة. تم برمجة هذا اليوم تنفيذ مداهمات القرية السياحية كابريتور. المطلوب من الجميع التحلي بالانضباط أثناء تنفيذ المهام، مسح حتى التجاوز مع المواطنين، سهروا على تنفيذ القوانين. أثناء الوصول إلى عين المكان، كل التشكيلات الأمنية اتخذت مواقعها، وتم محاصرة كل منافذ القرية السياحية لمنع أي محاولة هروب المشتبهين الذين يتخذون من منازل هذه الإقامة السياحية خلفية لأوكار الفساد الأخلاقي، إلى جانب تعاطي أنواع المخدرات والكحول. قامت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية بمداهمة نوعية تهدف إلى وضع حد لنشاط كل الأماكن المشبوهة وأوكار الإجرام والانحراف بالقرية السياحية كابريتور، بهدف إحلال الأمن والسكينة في قلوب العائلات القاطنة بالقرية السياحية، من خلال إخضاعها على الفور لعمليات تفتيش دقيقة قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. توقيفات للمشتبهين ذكرا وإناثا حولوا متلبسين هذه القرية السياحية ككل إلى بؤر يخلون للحياء، بعد أن اتخذ بها الانحراف بعدا خطيرا أضحى يهدد حتى سلامة الأشخاص الوافدين إلى القرية السياحية. وجود بعض المنازل المستغلة كأوكار للدعارة أسفرت العملية عن توقيف عديد الأشخاص الذين يمتهنون الدعارة، وكذا حجز كميات معتبرة من المهلوسات والمواد المخدرة. التشكيلة الأمنية مدعومة بفرق البحث والتحري ضربت بيد من حديد اختصرت فيه سنوات من عشعشة المنحرفين بهذه الإقامة، مستغلين كل من يجدونه بريئا في المجتمع لإيقاعه في الانحراف والحرام. تم حشد وحدات المجموعة الإقليمية المتكونة من الفرق الإقليمية، فرق الأمن والتحري، فصيلة الأبحاث، الثنائيات السينوتقنية، وحدات أمن الطرقات. حصيلة هذه المداهمة الأمنية أنها قضت على برونة فساد الأخلاق والإخلال بالآداب العامة، كما أن هذه المداهمة الأمنية تزامنت وتوافد العائلات على بجاية للإقامة السياحية وقضاء أيام الراحة.